السلام عليكم اخوان ونهاركم مبروك وتحيه لجميع المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن. اليوم كنت واجد في الاربعاء بني عامر بتاريخ 2022 شهر 4 في 27. تبارك الله خاصه صغار الاخوان كاين المليح والزين تبارك الله في البدري وفي النعجه. ما تنساوش الاخوان تعاونونا في لايك الفيديو شي ابوني القناه شي كومونتير يكون زوين وقام معنا الاخوان تشوفوا الاثمنه يلا نمشيو على بركه الله. تبارك الله اخوان واحد السلعه بدريه الله تبارك تبارك الله. شحال دازت اخويا السلعه؟ 32 تبارك الله 1650 33 بدريه تبارك الله زين. شحال من راس اخويا هذه شحال؟ 14 راس تبارك الله 14 راس 33 باش داهم تبارك الله. السلعه كذا مليحه تبارك الله والثمن راه كاين الثمن راه ولا تبارك الله السلعه كذا زين تبارك الله البدري هذا غير باقي طلع اخو العيد لكن على حساب الدراوي في الصاله شي دراوي تبارك الله سلاعه كثير السيد كيتخاصم معاه ثاني يتخاصم الله يسخر لهم والله يدير شتا ولدي على خير وصافي الثمن راه كاين سلعة نقية تبارك الله ومليحة وبدرية زينة ومربعة مربعة تبارك الله تبارك الله تبارك الله الإخوان البدري المليح تبارك الله اليوم في الأربعاء موجود تبارك الله الله يبارك نسوي السيد شحال صباح النور خويا كي داير لاباس عليك نهارك مبروك أخويا الخير أخويا تيري المشري المشري الله يرحمه ويلي 37.5 37.5 تبارك الله سلعة مليحة تبارك الله 37.5 1875 1875 تبارك الله الثوب والقرن الزين تبارك الله والثمن راه كيف كاين الثمن كل شيء دابا بحال هي كاين الثمن ولا معروف الثمن كاين تبارك الله سلعة نقية شحال من راس يا خويا شحال؟ ستة تبارك الله زينين تبارك الله والله يبارك شي طول ودي شتا ولدي الخير لعيب خويا والو ياك الله يرحم والدي لعيب والو تبارك الله انتم تبارك الله سلعه كي دايره بدريه زينه تبارك الله البدريه راه فيه تمام بزاف خويا قول النمر ديالك لا بغا شي واحد بحال هادشي ايه قول النمر ديالك حافظتها كاع خاصك تنجبدها ولا شي خلي بلا تعطي عليك انا غندير النمر ديالي لا صون عليا شي واحد راه الله يرحم والدي تبارك الله سلعه الله يرحم والدينا اخويا تبارك الله عليك الله يحفظك الله يحفظك تبارك الله الاخوان كما قلنا البدري المليح تبارك الله موجود والخير موجود والمليح كاين غنسول السيد شحال الثمن سي سمو احمد كي داير لاباس عليك نهاركم مبروك اخويا الخير اخويا تيرينا سمو 140 140 تبارك الله 140 تبارك الله 7000 درهم 140 باش داهم 7000 درهم تبارك الله ثلاث خرفان 7000 درهم تقريبا شي 47 2350 2350 المشرق للواحد وهما بثلاثة 140 7000 درهم تبارك الله ثلاث خرفان زينين احنا قلنا تقريبا 47 تبارك الله سبع الواحد شي 46 و 600 كاين الزين تبارك الله كاين الزين والثمن راه كاين الثمن في السوق عامة تبارك الله سلعة كثيرة ثلاث خرفان زينين تبارك الله رزقك هذاك اللي بغيت بس اخر اخويا سي محمد الله يرحم والدينا اخويا الله يحفظك تقول نمرة اخويا سي محمد بغا نمشي واحد 06 06 18 40 48 72 اخويا اللي بغا شي حاجه بحال هذا مرحبا راه يحضر لي تبارك الله اخوان حضر بالخرفه انتم زينين تبارك الله نسول السيد شحال بو محمد خويا 145 تبارك الله 36000 قدام السيد كان يهضر مع الراجل قال 36000 تبارك الله اربعه خرفان ب 36000 تبارك الله 1800 1800 المشرى تبارك الله اربعه خرفان تبارك الله انت يسري تبارك الله واحد اخوان راه فليني ما يخدموش اللي يعرف رمبي هو داز العيد ولكن خليقه خليقه ربي تبارك راه كانوا باعوه هذاك فراسك؟
حاضر ليه؟ لا تباع ب 50000. 50؟ 50 واش كنتباعوا 20 كريم؟ تباع على 50000. ها الرشمه اللي رشموا فيها دا هو السماعينه. ياك. والله تلقاها 50000. هذا بوحدو كانوا رشموا الاخوان ب 50000 2500. وهذيك العيب اللي فمو قلت لك ناقص لي فمو شويه مع مولاه ما بقاش قدام. تبارك الله كاين الزين. هما قدام دوك السيد ب 36 مشوا ولاو عليه. راح عندنا 11 راه الخطيه. العام اللي حضرك الله يحفظك. الله يرحم ويدي اخو ابو محمد. الله يحفظك اخويا. تبارك الله اخويا كما قلنا المليح راه كاين تبارك الله والثمن راه كاين. كون واضحين اخوان المليح كاين والثمن كاين. صباح النور خويا كي داير؟ لاباس عليك؟ هاني الخير اخواتي لي المشرى اخويا الله يحفظك المشرى 41 تبارك الله 41 2050 درهم تبارك الله سليعه كي دايره تبارك الله شحال من مخروف؟ 6 تبارك الله 6 الخرفان زينين تبارك الله العيب والو اخويا تبارك الله هذه اخوان عطا السيله هذه عطا السيله ديال الغنم باش اللي ما كيعرفوش الناس كي يعرفوا راه عارفوا تصيله باش ما كتعرفش غير التصيله ديال الغنم التحرير دابا ديال الغنم تبارك الله داكشي ربح فيهم ولا مازال اخويا مازال سوق عيان ياك سوق عيان شوي كاين الثمن الله يرحم والدي قال لك الثمن كاين والله يرحم البلاد المرقه هرو الثمن كسب الله يحسن العوان تو راه معلف وموكل والثمن حتى الشارع قهرو الثمن تبارك الله السلعه زوينه والثمن راه كاين عند كلشي الثمن حاليا والله يرحمنا شي نقول الله يرحمنا تبارك الله يرحم والدينا اخوات تقول النمر ديالك حافظ النمره قول النمر ديالك يلا 07 07 62 20 96 95 خويا اللي بغى شي حاجه بحال هذه سلعه بحال هذه مرحبا السيد خلي النمر ديالو مرحبا تبارك الله الاخوان الحولي فحاي تبارك الله راس ديال السوق تبارك الله الله يبارك فيه المواصفات تبارك الله صباح النور خويا كي داير لاباس عليك نهارك مبروك اخويا سنين الخير اخويا شحال اللي عاطينك ولا ودينا 112 112 المشرى الله يرحم والديك 112 تبارك الله حولي كي داير تبارك الله 112 نمره جوج يلا كسر نمره جوج ديال السم يلا كسر يلا كسر تبارك الله 112 تبارك 5600 حولي مليح تبارك الله تبارك الله كاين مليح مواصفات تبارك الله 112 بداو 5600 قدر تبارك الله واش عندك الكريم تبارك الله السلعه كبيره تبارك الله في عند حبيبي باريس قريبا هاك يقول لي مورتيش ليهم سمعنا سمعنا اي حنا راه النهايه ما تجي احمد بغيتي فلوسكم راه يعطيهم لكم السلام عليكم السلام يا راه باريه كانت خفت منها تخسر لكم وحاولي تبارك الله راه مليح مليح شرعه كبيره تبارك الله الاخوان عندنا نعاج ملاح تبارك الله الله يبارك نعاج ملاح وحده راه متهومه تبارك الله وفي مواصفات ما نقولش يلا نوك العيم ولا ما مش مرسومات ولا غنسوي السيد لكن في مواصفات في الدمعه والكمام تبارك الله هذه والده تبارك الله جوج متهومه هذه والده خروفه كبيره تبارك الله وهذه والده خروف ها هو خروف غنسوي السيد شحال كامل انا تبارك الله شحال شحال عطيتك اخويا؟ مليون و20 مليون و20 ثلاثة تبارك الله ثلاثة مليون و20 وحدة راه متهومة شنو متهومة هذاك اللي خروف وخروف واش دايرين السن؟ تبارك الله جات ثنايات وحلسنا الحليب تبارك الله مليون و20 تبارك الله حسن شحال الثمن شنو الوحدة؟ 66 كثار شي 67 كرة 67 المهم اخوان مليون و20 باش داوهم اللي بغيتيها بيهم
كطلبها فيهم، كيطلبوا كيطلبها اخوان 1,020,000 ثلاثات النعال الحوليات النعجات المهم السن ديالهم تفقر الله جاتني نيات بلاصنا الحليب والده وحده خروف يتبارك الله مليح وحده خروف وحده راه متوم تبارك الله مليحه تبارك الله الله يبارك الله يرحم والدينا اخوات بتقول النمر ديالك بغا مشي واحد قول اخو 06 89 89 43 49 49 59 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
تبارك الله وزيد. تبارك الله الاخوان، خاص سوق صغير كاين المليح تبارك الله، لا في النعجه لا في الخروف لا في هذه ما دياليش. كاين هنا شحال هذيك؟ شحال هذيك؟ هذه شحال هذيك؟ 46 46 تبارك الله، ديروا غير هذه 46 2300 والد اخرية صغيرة. ريحة تبارك الله وثنية. دور دور اخويا الله يرحمه تبارك الله، الدمعة والكمامة مليح. صور والد خروف ياك؟ خروف. الولد ديالي تبارك الله بدري زين تبارك الله ومطلوب تبارك الله، كاين اللي مليح خاص سوق صغير كاين اللي مليح تبارك الله. والله يرحم والدينا اخويا، الله يرحم والدينا، الله يحفظك. ها الخوف مشات. وهادي ديالنا سيدي بشحال هذا؟ هادي ب 50000. مشرى مشرى 100 50000 تبارك. هذا ولدها ياك؟ ولدها تبارك الله، ولدها هذا 50000 2500 مشرى، وهذيك 46 2300 راه الجاد ديالو راه كتهرب عليها هذه تبارك الله. ولد اخر مليح. اجي راه السن؟ 100 تبارك الله. لا لا زينات تبارك الله. لا لا كاين مليح تبارك الله. ومشيت وبقيت تنعيط كنت غنبيع منك الواحد. صافي غير طلق. والله تبقيت تنعيط تبارك الله، كاين مليح. الله يرحم والديك. تقول النمره ديالك اللي بغا مشي واحد؟ قول النمره. 0672 0672 20 20 52 52 08 08. يوغا الاخوان شي حاجه بحال هادشي مرحبا الاخوان، النمره خلاها السيد. تبارك الله الاخوان، اليوم الحويه مليح تبارك الله، كاين اللي مليح تبارك الله اليوم. تبارك الله السلعه كي دايره، غنسولك السيد شحال عاطينو. تبارك الله كاين اللي صباح النور خويا، كي داير لاباس عليك؟ هاني خير الخير اخويا اللي عاطينا 25 تبارك الله 25 اللي عاطينا 1250 تبارك الله السلعه مليحه تبارك الله زينه تبارك الله، عاود ليا بدريه مليحه تبارك الله. شحال من راس اخويا دينا؟ 25 راس 25 راس عاطينا فيها 25 1205 تبارك الله. سلعه كبيره، سلعه ديال البروج اخويا ديالك، سلعه ديال البروج تبارك الله، سلعه ديال البروج تبارك الله المليح تبارك الله والكاليتي الزين كل المواصفات. ها سلعه اخرى تبارك الله، تاهي كاين المليح تبارك الله، الحمد لله الحمد لله كاين المليح. خير الخير هو اخويا حالتي 25 أغلى أغلى موحدة قاسمين على زوج تبارك الله 1250 تا هي. شحال من راس هادي تا هي؟ شحال من راس هادي؟ 25 شحال من راس هادي يا مال؟ مقاسمين وما مزقيش الحساب، مقاسمين تبارك الله، سلعة مليحة تبارك الله تبارك الله، السلعة كاين المليح تبارك الله. والنمره اخويا ديالك اللي بغاها شي واحد 06 06 53 53 05 05 12 60. اللي بغا الاخوان اللي بغا شي حوليه بدريه ومليحه تبارك الله وديال البروج مرحبا، يا سيدي دخل النمر ديالو اللي بغاها مرحبا. ها السلعه الاخرى حتى هي. السكنه اخويا فين؟ البروج البروج تبارك الله، السلعه مليحه تبارك الله، وكاين المواصفات كاين الحوليه كاين المواصفات